بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا أحلى صحبة، يا رب تكونوا في خير دايما وتكونوا في أحسن حال، اللهم آمين. إن شاء الله النهاردة الفيديو من قدام الفراخ الساسو والفرختين اللي هم كانوا صغيرين قوي اللي أنا كنت بقول لكم عليهم، مش عايزين يكبروا خالص، وحجمهم ما كانش يعني زي الباقي خالص، وكانوا على 30 يوم عاملين معايا كيلو كيلو 200، ما كانوش بيزيدوا زي الباقي، يعني الباقي ما شاء الله انا دبحة في حاجات على 30 يوم 2 كيلو وهم كانوا لسه. النهاردة هم عمرهم 36 يوم. انا بصراحة كنت هدبحهم، لكن قلت لا انا لازم يعني اجرب وهخليهم عشان ابقى عملت اللي عليا يعني للاخر، هخليهم بعد ال 30 يوم وهمشي معاهم شوية خلطات كده علشان ابقى عملت اللي عليا واشوف هما هيوصلوا معايا لايه. النهارده ان شاء الله بقى انا هوزنهم معاكم عشان تشوفوا، الحمد لله بفضل الله وببركته يعني الحمد لله رب العالمين، ما شاء الله وزنهم حلو قوي قوي قوي، وما بصراحه ما كنتش متوقعه كده يعني. هوزنهم معاكم بقى قدامكم كده على الميزان علشان تشوفوهم. هقول لكم كمان على ميزان الفراخ الساسو، انتوا شايفين اهو حجمهم بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، كبروا اهو شويه. والفراخ البيضه انتوا شايفين اهو ما شاء الله لا قوه الا بالله، كبروا برضو الفرختين اللي كانوا مزعلني. فانا بقول لكم يعني اعملوا اللي عليكم، لو الفراخ عندكم صغيره استنوا لبعد ال 30 يوم. شايفين الفرخه اللي واقفه ما شاء الله اللهم بارك يعني حلوه قوي، استنوا لبعد ال 30 واعملوا اللي عليكم ونعمل الخلطات بتاعه الوزن. هتجيب ان شاء الله باذن الله بفضل ربنا طبعا وبركته بتجيب نتيجه كويسه قوي. قبل بس ما نوزن ونتكلم ونقول انا عملت معاهم ايه وعملت لهم خلطات ايه، انا بس حبيت اوضح علشان موضوع العلافه، يعني حبيبه قلبي اللي سالتني وقالت لي العلافه بتعلقيها ازاي ووضحي لي بالظبط يعني. بصوا انا عايزه اقول لك العلافه هي فيها طبعا هي فيها خرم كده، انا بحط فيه فتله وبربطه فوق خالص اهي في السلك، انا ربطاه في السلك اهو ومش بشيلها، عشان هي قالت لي احنا بنشيلها ازاي، انا مش بشيلها، انا بزود بجيب العلف وبحطه من فوق من هنا كده، وانا كل شويه بدخل هزها لان العلافه لما هما بيخلصوا العلف انا العلافه بتاعتي دي مش بتنزل العلف، انا بدخل كل شويه يعني اهزها واحركها كده فبينزل منها العلف، لما بحركها بينزل منها العلف. فانت بقى كذلك يعني حركيها ثبتيها وحطي من فوق كده زي ما انا وريتك، حطي من فوق كده من هنا وكل شويه ادخلي حركي فيها، يعني انا بتاعتي دي ما بتنزلش العلف فمش بشيلها خالص، انا خلاص ربطتها لحد اخر الدوره، كل ما بيكبروا بس بشيل الدباره اللي انا رابطه بيها دي وبرجع اعلي شويه اعلي شويه، هما كده خلاص انا مش هعلي تاني، هي كده بالنسبه لهم بقى خلاص حلوه. في نهاية الدورة إن شاء الله بإذن الله هقص بقى الفتلة أو الدبارة اللي أنا رابطة بيها دي وهشيلها خالص والعلافة، وهبتدي بقى أطهرها وأغسلها، وأغسلها بقى بالخل والديتول وزي ما اتفقنا قبل كده والمية والصابون والحاجات اللي إحنا اتفقنا عليها في موضوع تطهير العلافات والسقايات، يعني هي السقاية بس اللي أنا بغسلها كل يوم، لكن العلافة لا بصراحة مش بشيلها خالص، هي زي ما انت شفتي كده انا ربطتها بشيلها بس لما ببتدي ارفع واحدة واحدة مع كل مرة بيكبروا فيها. نروح بقى على الميزان ونشوف، اجيب لكم كده الفراخ ونبتدي بقى نوزن فيها. الفرخة هي على الميزان بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، زي ما انتم شايفين كده اهي جايبة 2 كيلو و50 جرام ما شاء الله. دي الفرخة التانية اهي زي ما انتم شايفين كده اهي كيلو 900 ما شاء الله لا قوة الا بالله الحمد لله رب العالمين. نرجع بقى نتكلم تاني من قدام الفريق، شفتوا الميزان يعني ثانية واحدة عشان في فرخة بس وقعت اجيبها، هي الفراخ الساسو كده شقية وبتحب تنط وبتحب عندي كل ما افتح العشة تقعد القعدة اللي انتوا شايفينها دي، ده الدور اللي فوق، انا الدور اللي تحت حاطة فيه الكتاكيت الصغيرة اللي انا لسه جايباها، لكن الدور دوت اللي انا بحط فيه الفراخ لما بتكبر شوية. شفتوا الميزان ما شاء الله لا قوة الا بالله، انا بصراحة ما كنتش متوقعة ان هم يعني في كام يوم الحمد لله يعتبر كده اسبوع من بعد ال 30 يوم ما شاء الله يوصلوا ل 2 كيلو خالص يعني، فانا الحمد لله رب العالمين كويس يعني ان انا استنيت عليهم، كنت عايزه اعرف علشان المعلومه اللي كانت جات لي قبل كده ان دول عندهم تقزم ان هم مش هيكبروا خالص يعني، فكنت عايزه برضو اجرب واشوف واعمل اللي عليا، وكنت هذبحهم بس بصراحه ترددت في الاخر وقلت لا خلاص خليهم علشان اجرب واشوف يعني النتيجه هتوصل لايه، لان انا ما جاش معايا ابدا ان هم يبقوا 30 يوم وتوصل لكيلو او يكون في فرق كبير قوي قوي في الوزن كده زي ما كان في فرخه 2 كيلو فرخه كيلو، فكان في تفاوت في الاوزان يعني رهيب يعني.
لكن الحمد لله رب العالمين بفضل ربنا سبحانه وتعالى والخلطات، انا عملت لهم خلطة الرمان، كنت شغالة عليها الاسبوع دوت 3 ايام، يوم اه ويوم لا، وكمان حطيت لهم خلطة البصل دي برضو كنت ماشية عليها، خلطة البصل برضو ممتازة، وكانت بصراحة بتفتح شهيتهم، وكانوا بياكلوا ما شاء الله كتير قوي يعني. حطيت لهم عسل اسود كده في مره برضو مع خلطه البصل، يعني في يوم حطيت خلطه البصل، وبعد لما خلصت خلطه البصل في اليوم اللي انا ما حطيتش فيه خلطه الرمان، حطيت لهم الصبح عسل اسود، وبالليل كنت بحط خلطه البصل بالليل تفضل قدامهم طول الليل، وكنت بشيلها الصبح. ده بس كل اللي انا عملته معاهم الحمد لله رب العالمين بفضل ربنا سبحانه وتعالى يعني. ديكوا شفتوا الميزان وصل معانا لايه. فالحمد لله الناس بقى اللي هي فراخها لسه صغيرة ما تقلقوش بقى، استنوا بعد ال30 يوم اعملوا اللي عليكم معاهم. وكمان يا جماعة انا عايزة اقول لكم على حاجة يعني، يعني احنا دايما دايما لازم نطلع كده في كل دورة، حتى لو احنا يعني بنربيها للبيت نطلع كده حق ربنا يعني فيها، يعني نتصدق ان شاء الله باذن الله ربنا بيزيد يعني من بركه الطير والحاجه اللي عندنا يعني. لو انت برضو عاملاها كمشروع لازم طبعا برضو تطلعي فيها حق ربنا يعني، يعني نطلع منها اي حاجه كده لله. ربنا ان شاء الله باذن الله صدقوني بيبارك جدا جدا يعني في الحاجه بتاعتنا وفي الطيور بتاعتنا. ربنا ان شاء الله باذن الله يبارك لكم ويحسن سوق كل الطيور. الناس اللي كانت زعلانه وبعتلي في الكومنتات ان الفراخ بتاعتها صغيره وان هي هتبيعها، لا ما تقلقيش بقى خالص، اعملي اللي عليكي، امشي معاهم بخلطات الوزن زي ما انا عملت كده. الحمد لله في طبعا فراخ بتزيد بعد ال30، هي بسم الله ما شاء الله يعني زادت جامد جدا زي ما قلت لكم كده بفضل ربنا ثم الخلطات اللي احنا عملناها. اعملوها وان شاء الله باذن الله خير. موضوع العلافه انا وضحته لك، يا رب ان شاء الله باذن الله يكون واضح. لو في اي سؤال حبيبتي ابعتيه لي في الكومنتات ان شاء الله باذن الله بخصوص موضوع العلافه ده، لو في حاجه مش واضحه اصورها لك ان شاء الله باذن الله في الفيديو اللي جاي. بالنسبه بقى للفراخ الساسو، انا وزنتها وزنها كده جايب معايا متوسط طبعا، علشان طبعا هم متفاوتين شويه بس مش تفاوت طبعا الكبير، يعني بيبقى فرق تقريبا 100 جرام يعني ما بين كل فرخه والتانيه، فالمتوسط كده عامل معايا كيلو 100 بالظبط يعني، ده كده المتوسط. فيعني الحمد لله يعني برضو يعتبر كويس. انا هستنى طبعا عشان الفراخ الساسو زي ما احنا متفقين هي بتزيد من بعد ال42 يوم، هم النهارده عمرهم 36 يوم يعني تقريبا لسه قدامهم كمان اسبوع، والمفروض بقى ان يبتدي الوزن يشد شويه عن الكيلو 100 يعني. هنستنى لبعد ال42 يوم وهرجع تاني ان شاء الله باذن الله بعد اسبوع اقول لكم انا عملت معاهم ايه، واقول لكم ميزانهم وصل لايه وحجمهم وصل لايه ان شاء الله. الفراخ الساسو، الفراخ البيضه دي كده خلاص انا بالنسبه لي دي كده نهايه دورتها كده معايا ان شاء الله باذن الله. النهارده كده هذبحهم انا خلاص، مش هخلي تاني بعد ال2 كيلو يعني الحمد لله رب العالمين كده كويس قوي. انا من قريب برضو لسه ذابحه، كنت يعني من بعد ال30 يوم كان باقي معاهم كمان فرخه من الفراخ اللي هي كانت كبيره بقى، دي ذبحتها كانت ما شاء الله عامله 2 كيلو 300، فبرضو ميزانها كان حلو قوي يعني. دول اللي كانوا مزعليني بس الحمد لله ربنا رضاني بيهم، و يعني بارك لي فيهم الحمد لله، فما تقلقوش برضو بقولها لكم تاني. هوصيكم زي ما بوصيكم كل مره على موضوع التهويه والنظافه والتدفئه مع بعض، لازم نوازن ما بين كله مع بعض. والناس اللي بتشتكي ان الفراخ عينيها بتوجعها، عينيها بتوجعها علشان الكتمه، احنا بنحاول ندفي قوي وبنخاف عليهم من البرد، فبنروح مكتمين. قلنا لا هنوازن ما بين الاثنين. عايزه كمان اقول لكم ان انا غيرت اللمبه من لمبه اللي هي اللمبه اللي بتطلع الحراره، اللمبه الصفراء اللي بتطلع الحراره، حطيتها لمبه ليد اللي هي البيضه، لان لقيتهم بداوا ينهجوا ويفتحوا بقهم، معنى كده خلاص ان الجو بالنسبه لهم وانا مهويه عليهم اهو من كل حته، فالجو بالنسبه لهم كده بدات تطلع حراره، هم خلاص كبروا، لما بيكبروا قوي ما بيبقوش محتاجين درجه حراره عاليه، بيبقوا عايزين درجه حراره اقل شويه، فانا غيرت اللمبه. احنا عينينا على طول تبقى على فراخنا، لقيتهم كده بتنهج، اولا نحاول نهوي طبعا شويه، هيفتحوا بقهم وينهجوا، نحاول نهوي شويه ونحاول نقلل شويه الحراره، كل ما بيكبروا نقلل شويه في الحراره. بالنسبه لموضوع البرد، الناس اللي بعتت لي عشان خاطر البرد، زي ما احنا متفقين هنغلي شاي عشان البرد دلوقتي منتشر جدا جدا، وناس كتير قالت لي الفراخ بتعطس وعندها دور برد، نلحق كده من اولها هنعمل شاي، هنغلي شاي ازاي برضو علشان الناس اللي سالتني، هنغلي كوبايه شاي كده تكون تقيله، هنعصر عليها ليمونتين وهنحط عليهم كام حبايه ريفو يعني 3 4 حبايات ريفو، وهنقلبه كويس قوي، هناخد ربع الكوبايه او ناخد 10 سنتي لو ما عندناش سرنجه، هناخد يعني شويه كده من اخر الكوبايه زي ربع الكوبايه كده او اقل، وهنحطهم على لتر الميه، وهنخلي الكلام ده يكون قدامهم 3 ايام.
هنخلي الكلام ده 8 ساعات، الثمان ساعات التانيين هنحط نغلي ورق جوافة معاها نعناع، ولو في كمان ريحان هيبقى حلو جدا جدا لأنه بيفتح التنفس يعني بتاعهم. هنغلي ما فيش ريحان لأنه مش بيبقى متوفر قوي، خلاص يبقى خلينا في النعناع، النعناع موجود دلوقتي كتير قوي، النعناع الأخضر أو نعناع ناشف ما فيش مشكلة. وهناخد ورق جوافة بنشتري من عند العطار، هنغلي كله على بعضه ونغطي واحنا بنغلي، وبعدين هنصفي الكلام ده كله، هناخد منه 8 سنتي أو برضو أقل كده من ربع الكوباية، وهنحطه على اللتر المية لمدة الثمان ساعات التانيين، والثمان ساعات الاخرانيين هيبقوا ميه بيضاء عادي. يبقى احنا كده عملنا ده اليوم. هنخلي الكلام ده نقرره لمده 3 ايام ان شاء الله باذن الله، الفراخ هتفوق وتبقى زي الفل. النعناع ممتاز ممتاز للجهاز التنفسي وللبرد، هو ورق الجوافه بيضيع اي عطس او اي كحه عندهم او اي حاجه، وكذلك الريفو ان شاء الله باذن الله، والليمون طبعا احنا عارفين يعني فوائدهم برده حلوه جدا لموضوع البرد ده. دي كده كانت حلقه النهارده، حبيت ان انا اشارككم واوريكم الكتكوتين بتوعي اللي كانوا مزعليني الصغيرين دول كبروا ووصلوا لايه، وزنتهم اهو قدامكم. ما تقلقوش على فراخكم ان شاء الله باذن الله، ربنا هيبارك فيهم يا رب ان شاء الله باذن الله، واللي فراخه صغيره ان شاء الله باذن الله اصبروا عليهم واعملوا اللي عليكم ان شاء الله باذن الله هتكبر. كان معاكم سمسمه من قناه الحياه احلى مع سمسمه. لو في اي حاجه ابعتولي في الكومنتات ان شاء الله ارد عليكم. استنوني ان شاء الله في فيديوهات تانية جايه، وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير للفيديو، وتدوسوا على زرار الاشتراك او سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله من فيديوهات القناه. استنوني في فيديوهات تانية جايه، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبحبكم في الله.